مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. مصير قيادة الجيش قيد البحث المكثف والقرار النهائي لم يحسم بعد. مصادر وزارية للأو تي في حظوظ التعيين ترتفع والكرة في ملعب ميقاتي والوزراء. جعجع يهاجم باسيل يجهد ليل نهار لتعيين قائد جديد للجيش. التيار ردا على جعجع ينفذ عملية إعلامية مفضوحة لتغطية جريمته بحق الدستور والقانون. غزة تحت النار لليوم 42 والتوتر الجنوبي مستمر. الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وعبر حساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، كما تتابعونها مباشرة عبر صوت المدى. في اليوم 42 للحرب الإسرائيلية على غزة والاعتداءات المتواصلة على جنوب لبنان، يبدو أن مفاوضات تبادل الأسرى تترنح إلى حد السقوط، بدليل تردد الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحديث عنها بوضوح في مؤتمراته الصحفية من جهة، والتصلب الذي يبديه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحماس من جهة أخرى. أما في المواقف السياسية فالأبرز في الساعات الأخيرة ما كشفه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة مع الفاينانشال تايمز عن أن طهران أبلغت الولايات المتحدة عبر القنوات الخلفية بأنها لا تريد أن تتوسع الحرب على غزة بشكل أكبر، لكنها حذرت واشنطن في الوقت نفسه من أن الصراع الإقليمي أمر لا مفر منه إذا استمرت هجمات إسرائيل على قطاع غزة. أما على الصعيد المحلي فعنوان المرحلة البحث المكثف في مصير قيادة الجيش، حيث تدور الخيارات في الساعة الأخيرة بين ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول التفاهم على تعيين قائد جديد للجيش في جلسة الاثنين مع استكمال تعيين أعضاء المجلس العسكري، غير أن ربط التعيين بجلسة ملتبسة لحكومة تصريف الأعمال بدل المرسوم الجوال بتوقيع جميع الوزراء قد يشكل عقبة على هذا المسار. والاحتمال الثاني العودة إلى الخيارات اللادستورية واللاقانونية التي تدور حول التمديد، والتي يعتبرها التيار الوطني الحر ذات خلفية سياسية مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي. أما الاحتمال الثالث فاعتماد الأصول القانونية التي يعرفها الجميع وحتى الذين يجهدون للتنصل منها. واليوم شن سمير جعجع هجوما عنيفا على التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل ليرد التيار فورا، بالإشارة إلى أنه مرة بعد مرة يتضح اللا هم لرئيس القوات سوى النكاية السياسية والقيام تماما بعكس ما يقوم به باسيل، ولو ضرب عرض الحائط لكل مواقفه ومبادئه، لكن مع فارق بسيط وهو أنه لم يفهم يوما ما يقوم به رئيس التيار، والأيام الآتية ستكشف مجددا من يصيب ويخطئ ومن هو المبدئي ومن العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن. واعتبر التيار أنه بعد ارتكابه مجددا جريمة معلنة ومثبتة ضد الدستور والمبادئ بتقديمه اقتراح قانون بالتمديد لقائد الجيش، يقوم جعجع بعملية إعلامية مفضوحة لتغطيتها، وذلك بتوجيه تهمة افتراضية ومختلقة لرئيس التيار وبما يشبه الأحكام المسبقة على النوايا، فيما لم يقم رئيس التيار بأي عمل ولم يعلن ما هو موافق عليه وما هو مرفوض منه. وختم التيار بالقول: حقا لقد صح في جعجع القول، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن البداية من آخر المعطيات والسجلات في ملف مصير قيادة الجيش. بين السياسة والقانون لا يزال مصير قيادة الجيش محور أخذ ورد بين المعنيين، فبعدما طار نصاب الجلسة الحكومية الأولى الثلاثاء وأرجأت الثانية التي عقدت الخميس البحث في الموضوع، برزت في الساعات الأخيرة معلومات متداولة حول إمكان بت المسألة في جلسة الاثنين المقبل، ولا سيما بعد تصريحات لعدد من الوجوه الإعلامية المقربة من حزب الله التي صبت في هذا الاتجاه.
وفي هذا السياق أشارت مصادر وزارية مطلعة عبر الأو تي في إلى أن حظوظ تعيين قائد جديد للجيش بدأت ترتفع، علما أن التمديد والتعيين سيحضران حتما على الطاولة الحكومية، إلا أن الحسم يبقى بيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء، خصوصا في ضوء إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على رمي الكرة في الملعب الحكومي. وفي غضون ذلك شن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هجوما على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، معتبرا أنه يفعل المستحيل، متخطيا كل الخطوط الحمراء ومطيحا بكل المسلمات ومتجاوزا كل الحدود الدستورية والعرفية بغية التخلص من العماد جوزيف عون لاعتبارات شخصية انتهازية بحتة. واعتبر جعجع أن التوجه الذي يقوده باسيل يسقط للمرة الألف بدعة المزايدات بحقوق المسيحيين، ويضرب إحدى امتيازات رئيس الجمهورية التي بالعرف بعد اتفاق الطائف توفق الجميع على أن يكون لرئيس الجمهورية اليد الطولة في تعيين قائد الجيش. وعلى الفور رد التيار الوطني الحر على كلام جعجع، حيث أشار في بيان إلى أن بعد ارتكابه مجددا جريمة معلنة ومثبتة ضد الدستور والمبادئ بتقديمه اقتراح قانون بالتمديد لقائد الجيش، يقوم سمير جعجع بعملية إعلامية مفضوحة لتغطيتها، وذلك بتوجيه تهمة افتراضية ومختلقة لرئيس التيار وبما يشبه الأحكام المسبقة على النوايا، فيما لم يقم رئيس التيار بأي عمل ولم يعلن ما هو موافق عليه وما هو مرفوض منه. وأضاف بيان التيار مرة بعد مرة يتضح أن لا هم لسمير جعجع سوى النكاية السياسية والقيام تماما بعكس ما يقوم به جبران باسيل، ولو ضرب عرض الحائط بكل مواقفه ومبادئه، ومع فارق بسيط أنه لم يفهم يوما ما يقوم به رئيس التيار، والأيام الآتية ستكشف مجددا من يصيب ويخطئ ومن هو المبدئي ومن العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن. حقا لقد صح في سمير جعجع القول إن لم تستحي فاصنع ما شئت، ختم بيان التيار الوطني الحر. إلى ذلك استرجع ناشطون على مواقع التواصل فيديو اعتبروه تحريضيا ضد الجيش من قبل مسؤول القوات في أمريكا الشمالية جوزيف شبيلي قبل سنوات. The left was indoctrinated in doing the support for Hezbollah, for the legitimate resistance. And that will take a while to be reversed. The reverse has started, but it will take a while. Two things also, very important elements to take into consideration. One, people matter. So it's important also to look at who is the left commander, who is the director of the intelligence. So people in charge of military units, people in charge of the Mukhabarat, of the other units within the life matter. So that's something to pay attention to. Secondly, also we have to remember, this is still, the life is still not the civilian authority. So in my interaction with life, and I'm sure you might have heard this as well, the life commander will tell you, I still obey the civil authority. واعتبر الناشطون الساخرين أن الفيديو المذكور أحد أدلة حرص القوات التاريخي على الجيش. عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أكد للأو تي في أن لا مشكلة في أي صيغة يتم التوافق عليها لقيادة الجيش بما فيها تسلم رئيس الأركان بعد تعيينه. عم نحكي اليوم بالأولوية للتمديد، لأنه كمان من غير اللائق كما جرت العادة أن يتم تعيين قائد للجيش بغياب رئيس الجمهورية. فإذن بتفضلوا تمديد أو تأخير تسريح لمدة زمنية على التعيين، صح؟ صحيح، لأنه التعيين دونه عقبات. لماذا لا يطبق ما طبق في الأمن العام على موضوع الجيش اليوم؟ فليتسلم الضابط الأعلى رتبة. لأنه بقانون الدفاع مش الأعلى رتبة يتسلم، للأسف يتسلم فقط رئيس الأركان. رح أمشي معك بهي النقطة، فلنعين رئيس أركان، هل وليد جملاط رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق بيقبل تعيين رئيس أركان من دون تعيين مجلس عسكري كامل؟ ما تنحط القصة عنا. شفت كيف؟ الخلاف لا بكل صراحة. شو؟ بفهم أنا اللعبة صار لها فترة عم تنشغل فيها، المشكلة مش عندنا، المشكلة مكان آخر. نحن منفتحين كل الحلول، ما نحطش فيه على ولا اسم، على ولا صيغة، كانت حكومية أو نيابية. طيب، يعني ما في مشكل بالنسبة أنا بفهم للاشتراكي بفقط تعيين رئيس أركان. ما عندنا أي مشكلة ولا كانت مشكلة ولا حتصير مشكلة. نحن مسهلين الامور للاساس. متى يتبلور هذا الحل؟ هل امام تاخير تسريح من الاخر لست اشهر او تعيين؟ الحل
أن يتم تمديد لقائد الجيش بصيغة تعب يعني تاخذ بعين الاعتبار انه هذا التمديد ينتهي مفعوله مع انتخاب رئيس جمهوريه. اوكي؟ ولا نترك فراغ لا بالمجلس العسكري ولا بقوى الامن الداخلي ولا باي مؤسسه اخرى. أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه لحملة الافتراء على مقام البطريرك الماروني حيال دعوته الصادقة إلى دعم النازحين اللبنانيين، وأكد بري أن دعوة الراعي لدعم النازحين تعبر عن موقف رسالي وطني جامع، منوها بدعوة البطريرك في هذا المجال، ونوه بدعوته مستنكرا الحملة التي تعرض لها عن سوء فهم ليس إلا. بدوره وفي أول موقف من الحملة على البطريرك الراعي عضو المجلس السياسي ومسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله محمد سعيد الخنسة يشدد عبر الأو تي في على رفض الإساءة للمرجعيات الدينية ويقول لسنا معنيين بما يصدر على مواقع التواصل. طبعا نحن نكون كل احترام وتقدير لتركي ولكل الطوائف اللبنانية المسيحية والإسلامية، وهناك لقاءات وحوارات مستمرة فيما بيننا بشكل شبه دوري، وآخر لقاء كان من 4 أيام تقريبا وكانت أجواء كثير إيجابية وإن شاء الله لمصلحة لبنان. هذه اللقاءات عم تعقد، وصحح لي إذا معلوماتي غلط، بينك حضرتك الحاج وأحد المستشارين في بكركي وليد غياط، صح؟ صحيح. اللي عم بتقلي من 4 أيام يمكن اللقاء الأخير كان قبل الحملة على البطرك الراعي، صحيح بعد الحملة صار في تواصل، وماذا عن موقف حزب الله مما كتب في الأعلام؟ شوفي حتى أكون معك أنا كثير صادق وواضح بالموضوع، صار في اتصالات اتصل في المونسنيور عبدو أبو كشم وبعض الشخصيات والفعاليات المسيحية الرسمية وغير الرسمية وتداولنا فيما يجري. أنا بدي أقول كلمة واضحة وصريحة، يعني كل كلام على التواصل مسؤول عنه صاحبه، وهناك أخطاء ترتكب كثيرا بحق شخصيات إسلامية ووطنية ومسيحية يوميا ودوما، ونحن نحفظها لكن نتجاوز عنها. نحن في حزب الله مسؤولين عما يصدر في إعلامنا المركزي، مش مسؤولين عما يصدر في التواصل. نحن نحترم بكركي ونحترم كل المرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية، لا نقبل الإساءة بالشخصيات أي نوع من الإساءة، وندعو لتفهم هذا الأمر خاصة الشخصيات المسيحية والمقدسات الدينية والرموز سواء كانت كما قلت مسيحية أو إسلامية. سمعنا قبل شوي من صحفي إبراهيم عواض وغيره كمان شوية عتب على بكركي على البطرك الراعي أنه تأخر في إصدار موقف مما يحصل في غزة، بهذا التواصل اللي حصل معك عتبت البطرك الراعي صراحة؟ نحن لا نتعاتب، يعني نحن نتحاور ويبني كل واحد منا وجهة نظره وأبدينا وجهة نظرنا. موقف بكركي فيك تسأل عنه بكركي. عاتبون شيء على مواقف كركي ولا لا؟ أنا حتى ما فوت بهذا السجال، بدي لك أحيانا بيكون في عتب داخلي في داخل الفريق الواحد. نعم. فمن الطبيعي إنه يعني نحن نحب أن يكون هناك وحدات وطنية وأساسية مع القضايا الكبرى كالذي حصل في غزة من قضايا إنسانية ووطنية وعربية. وبعتقد مسؤوليتنا الدينية ومسؤوليتنا السياسية ومسؤوليتنا الوطنية أن نقف مع أهلنا وجيراننا وإخواننا ومحبينا كنائسنا ومسجدنا. في استطلاع جديد، الحرب تطيح بنتنياهو من رئاسة الحكومة وبني غانتس يعزز من قوته. المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحك. استطلاع رأي جديد يكشف انهيار شعبيته مقابل تعاظم شعبية زعيم حزب معسكر الدولة عضو حكومة الطوارئ بني غانتس. الاستطلاع أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية بالتعاون مع مركز لازار للأبحاث، وسأل المشاركين أيهما أفضل لرئاسة الحكومة، نتنياهو أم غانتس، فكانت النتائج على النحو التالي: بني غانتس 50%،
نتنياهو 29% فقط. وبحسب الاستطلاع عزز معسكر الدولة قوته ووصل إلى رقم قياسي بلغ 42 مقعدا نيابيا، فيما تراجع حزب الليكود إلى 17 مقعدا. وضعف تكتل أحزاب الائتلاف هذا الأسبوع إلى 42 مقعدا فقط مقابل 43 الأسبوع الماضي، في حين تعززت كتلة المعارضة والأحزاب العربية إلى 78 مقعدا. الاستطلاع لم ينتهي عند هذا الحد، لكنه سأل للمرة الأولى عن خلفاء محتملين لنتنياهو في رئاسة حزب الليكود. والمفارقة هنا كانت في حصول رئيس جهاز المخابرات الموساد السابق يوسي كوهن على أعلى النسب، إذ أظهرت النتائج أن 21% من المستطلع آرائهم فضلوا كوهن، مقابل 13% فضلوا وزير العدل الأسبق جدعون ساعر، و12% فضلوا وزير الدفاع يؤف جالانت، ثم وزير الاقتصاد نير بركات الذي حصل على 11%. وأعرب 23% عن عدم تفضيلهم لأي من تلك الأسماء، فيما قال 20% منهم إنهم لا يملكون رأيا محددا. واستنادا إلى الاستطلاع، فإن 26% من ناخبي الليكود يفضلون كوهن، و26% يفضلون بركات، و17% يفضلون جالانت، و5% يفضلون ساعر، فيما قال 15% إنهم لا يفضلون أيا منهم، وأجاب 11% بلا أعرف. وعليه بات من شبه المؤكد أن المستقبل السياسي لنتنياهو انتهى بعد معركة طوفان الأقصى، في ظل محاولته المستمرة في التنصل من المسؤولية. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أشارت مصادر مصرفية مطلعة عبر الأو تي في إلى أنه لم يتم التفاهم مع مصرف لبنان حول التعميم الوسيط رقم 682، وأن جمعيات المصارف طلبت توضيحات محددة ليصار بموجبها إلى عرض الموضوع على مجلس إدارة الجمعية لإبداء الرأي حول التعميم المذكور. أمنيا سلم المدعو ميم عين من بلدة تلة العرب في أنف نفسه إلى مخابرات الجيش. يذكر أنه كان قد أقدم منذ أيام على إطلاق النار باتجاه المدعو سين سين في محلة شكة، وأصابه بطلق ناري في عنقه، وذلك نتيجة خلافات سابقة. ولا يزال الجريح يرقد في المستشفى وحالته حرجة للغاية. كواليس البحث في مصير قيادة الجيش في أسرار اليوم. يؤكد مسؤول كبير بتيار سياسي أن المتداول بالإعلام عن موضوع قيادة الجيش يختلف كثيرا عن حقائق المشاورات. يصر مصدر رفيع بالثنائي على أن التمديد لقائد الجيش لم يعد من الاحتمالات الأساسية. على أحد المتابعين على الحملة اللي تعرض لها البطريرك الراعي بالقول الشيعة أساء الفهم والمسيحيون أساء التفسير. بعد سقوط جدار برلين، ثورة تسقط الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا في تاريخ اليوم. بعد أسبوع من سقوط جدار برلين بألمانيا، دلعت يوم 17 تشرين 1989 ثورة عرفت بالمخملية أو الناعمة بتشيكوسلوفاكيا، وهي حركة احتجاجية سلمية أطلقتها شرارة قمع تظاهرة طالبية، وانتهت بسقوط أحد أكثر الأنظمة استبداداً بالمعسكر الشرقي التابع للاتحاد السوفيتي السابق يوم 29 كانون الأول من العام نفسه، بحيث أنهت أكثر من 40 عام من الحكم الشيوعي للحزب الواحد بتشيكوسلوفاكيا، وأدت إلى انقسام هذه البلاد إلى دولتين منفصلتين هما تشيكيا وسلوفاكيا. أمرت محكمة العدل الدولية أذربيجان بالسماح بالعودة الآمنة لسكان إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، والذي سيطرت عليه باكو إثر عملية خاطفة في أيلول. وقضت المحكمة بأن على أذربيجان السماح لأي شخص يرغب بالعودة إلى ناغورنو كاراباخ القيام بذلك بشكل آمن وسريع ومن دون عراقيل. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. والختام كالعادة مع صفحة الأحوال الجوية. مساء الخير.
يائس خريفي متقلب وماطر احيانا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حراره ضمن معدلاتها الموسميه وبيستمر لبكره الظهر، ليرجع فجر الاحد يتاثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائيه بارده بيحمل معه امطار غزيره، عواصف رعديه ورياح ناشطه بتتجاوز 90 كيلومتر بالساعه مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره. جونا لبكره غائم جزئيا ودرجات الحراره بتتسجل على الشكل التالي. منبدا من الشمال وعقار عم بتسجل 23 درجه، طرابلس 24، العاصمه بيروت 23 وصور 24 درجه. مننتقل لبعلبك 19، اللقلوق عم بتسجل 15 درجه، زحله وجزدين 20 درجه. نسبه الرطوبه ساحلا مرتفعه بتتراوح بين 70 و90%. الرياح السطحيه جنوبيه غربيه سرعتها بتلامس ال 65 كيلومتر بالساعه. حال البحر مائج ومنحذر من ارتفاع موج البحر. خلينا نشوف تفاصيل الايام الجايه. لنهار السبت جونا غائم جزئيا الى غائم مع استقرار بدرجات الحراره، بتتساقط امطار متفرقه خاصه بالشمال مع برق ورعد. بالمساء بتشتد غزاره الامطار وبتنشط الرياح وبتتشكل السيول على الطرقات مع ضباب كثيف على المرتفعات وانعدام للرؤيه بشكل كلي، ودرجات الحراره بتسجل ساحلا 23 درجه. للأحد والتنين جونا غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة لتصير دون معدلاتها الموسمية. بتتساقط أمطار متفرقة وغزيرة بتتحول لسيول مترافقة مع عواصف رعدية وحبات برد. الرياح بتكون ناشطة بتتجاوز ال 85 كيلومتر بالساعة خاصة بالشمال مع ثلوج على المرتفعات اللي بتلامس ال 2000 متر وما دون. بتخف حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر وبيتحول الطقس بالمساء لغائم جزئيا مع انفراجات واسعة، وساحلا درجات الحرارة بتسجل 20 لنهار الأحد و19 درجة لنهار الاثنين. لنهار الثلاثة بيتحسن الطقس، جونا بيكون غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتسجل 21 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بتمنى لكم بداية ويك أند ممتعة وتصبحوا على خير. ومع الزميلة بولين عون نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.